طب نرجع شوية فلاش باك بقى لورا وكواليس أرض الخوف. أحمد زكي، أنا بالنسبة لي أحمد زكي ده يعني مش عايزة أقول لك، يعني ده مدرسة. يعني هو حالة، هو راجل طاقة متحركة، طاقة، غول تمثيل طبعا. طاقة متحركة. ما بي... يعني كنتي بتتعاملي معاه ازاي؟ هل هو قدام الكاميرا حاجة وفي الكواليس حاجة، ولا هو نفس الشخصية بنفس الثبات؟ هو ورا الكاميرا الشخصية اللي بيلعبها قدام الكاميرا. يعني هو متقمص كده كده، وبعد الفركش برضو طول بيفضل الوقت. مكمل شوية. يس. انا اعرف ده، على ما بيخلص من الشخصية. لازم يكون لبس في شخصية جديدة. اتعلمتي منه ايه؟ كل حاجة. زي يعني أول حاجة اتعلمتها حقيقي حقيقي، أحمد الله يرحمه كان وفي جدا، وفي 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 لمهنته قوي، وفي للصنعة دي قوي. وهقول لك بقى، ما كانش مستني منها لا نجومية ولا فلوس. بيحبها. بيحبها حب، حب غير مشروط. يعني شايفاها طول الوقت في كل حاجة هو بيعملها. كان في بعض المواقف الإنسانية الخاصة جدا بينك وبينه في الكواليس، كتير. وكان بيتكلم معاكي بشكل شخصي، تقدري تحكي لي حاجة؟ بصي، اللي اقدر اقولهولك ان هو كان اللي في قلبه على لسانه. يس. تعلمتي منه ده؟ لا ده جاي طبيعي كده. أنا جت مع نفسي. إيه الموقف اللي ما تنسيهوش أبدا للفنان الراحل أحمد زكي؟ لا كتير قوي. يعني مره اتخانقنا انا هو خناقه كبيره جدا، كبيره قوي، وكان هو ضد حاجه انا بعملها بره الشغل. يعني شايف ان انا بتصرف تصرف غلط كبير هيخسرني حاجات كتيره جدا، وزعق لي احنا كاصحاب في حياتك الشخصية ولا في الفيلم؟ في حياتك حياتي الشخصية. الشخصيه. و فعلا انفعل مسكني عليكي. انفعل عليا جدا، وكان مقتنع بوجهة نظره جدا ومش قادر حتى يفهم وجهة نظري. اوكي. وعدى سنة واكتشف ان انا كنت صح. هو وبعدين فالساعة 3 الصبح كده لقيت تليفوني بيرن، وانا بنام بدري، انا بتخض من اي حاجة بترن بعد، لانه اللي عارفيني عارفين ان انا بنام بدري. فلقيته بيكلمني 3 الصبح لانه كان لسه مكتشف حالا ان هو كان غلطان. لك ايه؟ قال لي انا اسف، انا اسف، استناش انا غلطان. ما استناش. اول ما عرف ما قدرش يمسك نفسه للصبح. لا بصي، انا مش بيعرف يكسر هسألك هو خاطر. كان ايه الموضوع، لا عشان ممكن تكوني مش عايزة تقولي. صح، حسيت انك مش عايزة تقولي.